متشكرين. السلام عليكم. السلام. الله ينور عليك. حاجه جميل، حاجه جميل. السلام عليكم. بعد اذن حضرتك، الكافيتريات دي الحيطه الصلب اللي من الناحيه دي صماء، عشان في الشتاء بيبقى فيها هواء وفي نواه، فتقدر الكافيتريا تشتغل ويفرش هنا ويبقى محمي بالكافيتريا نفسها من الهواء. صحيح. عشان يبقى في فترات الليل والنهار يقدر يشغل الصبح بيك مش هنا وبالليل بيك مش هنا. اتفضل 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 اتفضل. تعال 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 يلا. لا انت مش هتقف، انت هتخش كلكم مع بعض كده. يلا مع بعض. مش دي بلا. لا ده انت. لا 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 والله اتفضل. واحنا سعداء. يلا مع بعض. يلا مع بعض مع بعض كله. يلا يلا مع بعض. الف مبروك. بين المحافظات في كل المسابقه. ايه؟ كل الانشطه عشان ندي فرصه لنفسينا وليكم ان انتم تطلعوا الحاجه الجميله ديت والناس تشوفها. فان شاء الله نعمل المسابقه ديت على مستوى المحافظات كلها من كده يعني ان شاء الله. حاجه جميله، حاجه جميله. السلام عليكم. مدخول اللي ورا ده كل ده تشكيل بالسلك بس ثانيه. وبعد كده حطينا الالوان وحطينا طبيعه الكوكي كده. ممكن ده الكونسول استخدمنا برده هنا، عملنا الكونسول انا عارفه خلاص. واللوحه اللي هناك كانت كبيره قوي. حاجه حلوه جدا. ان شاء الله هنعمل المسافه ديت ونخش بقى وجهز نفسك ان شاء الله. صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا ريس؟ اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ انا ياسمين. احنا اتقابلنا قبل كده مرتين. انا سعيد. اهلا بحضرتك. ازاي صحتك؟ الحمد لله. ده شغلي كله. احضر كريمه. وانا كنت قبل كده اتكلمت مع حضرتك في اللي كنت عايزه احضر الماجستير. انا حاليا خلصت الماجستير وحضر دكتوراه. ما شاء الله. الف مبروك. الله يخليك يا رب. انا اتشرف والله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. يعني انا بستنى اليوم ده، يعني ربنا عالم عشان بيديني حياه وطاقه قد ايه. ربنا يديك الصحه. ودي حاجه بسيطه مني جدا. دي جميله جدا. دي من حجر الفيروز. ما شاء الله. الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك. انا نفسي امنيه حياتي ان انا ادخل فرقه الموسيقى العربي. انا بعزف اورج كويس جدا والله، واعزف قدام حضرتك دلوقتي. انا في اي وقت. لا لو الاورج جاهز بسمعك دلوقتي. لكن ماشي. حاضر حاضر. الله يخليك يا رب. احنا ان شاء الله زي ما قلت لزميلاتك يعني واحنا جايين ان احنا هنعمل ان شاء الله على مستوى المحافظات مسابقه تاخد لها اسبوع، تاخد لها 10 ايام. تمام. كل الانشطه في الرسم وفي النحت وفي الموسيقى وفي التمثيل وحتى في المشروعات الاخرى اللي بتتعمل ان شاء الله. هيبقى عندك فرصه. لكن احنا يعني حاضر. الموضوع لازم نديها فرصه. حاضر. الله يخليك. انا جاهزه. انا بعزف بقالي 10 سنين. ما شاء الله. لا قوه الا بالله. امنيه حياتي ان انا يعني فنانه عظيمه كمان. الله يخليك. انا حاولت ادخل كتير قبل كده ما عرفتش. ازاي يعملوا معاك كده؟ لا اللي هو يعني هو يشترط في شروط معينه، بس انا خدت الماجستير في مجال الدراما الموسيقيه. ايوه. يعني انا امنيه حياتي ان انا يبقى لي المجال. ده المجال موجود. الله يكرمك. احنا محتاجين. الله يخليك. مبسوطه ولا لا؟ طبعا. عايزاني اعمل ايه؟ لازم اعمل.
يا خبر. اه طبعا انا بس ده كفايه كفايه ان انا قابلت حضرتك كده ده ده اللي كفايه ان انا قابلتك ونفسي ابقى معاك على طول في اي حاجه ابقى معاك على طول. انا يسعدني ويشرفني ربنا يخليك. آه وحاجه جميله وبشكرك على الهديه الجميله دي. ده حاجه بسيطه. يا نهار ابيض مين قال؟ ربنا يخليك. دي حاجه جميله جدا كتر خير. الله يخليك يا رب. مش عايزه حاجه تانية؟ عايزه اقابلك تاني. حاضر. احنا ان شاء الله في الاحتفال بتاع الموسيقى ده باذن الله نسمع. ان شاء الله اول احتفال جاي. طب حضرتك عايز تسمع عشان اجهزه بقى من دلوقتي. الله. مش عارف مفاجات يعني. انت تحبي تقولي ايه؟ انا اعرف ان حضرتك بتحب القلب يعشق. القلب يعشق. ايوه انا اعرف كده. خلاص اللي انت يعني يبقى يسير عليكي انا هسمعه. خلاص هيسعدني والمصريين كلهم هيسعدهم كمان. الله يكرمك يا رب. متشكر جدا. العفو. مش عايزه حاجه تاني؟ شرفتني ربنا يخليك ويخليكي. ربنا يخليك لي يا رب. يحفظك. متشكر. العفو. السلام عليكم. صح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عليك ده شغل بالابوكسي والخشب خشب. خشب وده ابوكسي وبستخدم توليف الخامات وتدوير البيئه. يعني الخشب والورد المجفف والإيبوكسي وبعض اعمله وصنعت منه صواني يعني منتج مصري من انتاجي يعني الحمد لله يعني تعليم السوق ماشي كويس الحمد لله. انا بسوق بيطلب مني منتجات وبدات دي عينات بالترابيزات بقى كبيره والديكورات الداخليه في الشقق بيطلب مني حاجات من دي كويس الحمد لله. يعني الامور ماشيه. الامور ماشيه الحمد لله. الحمد لله. نورتنا كتر خير بجد. الله شرفتنا. انا متشرف بيك. انا شرفت بيك والله. الله يخليك. السلام عليكم يا ريس. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيكم؟ شكرا ازي سيادتك. شرف ليك. شغلكم؟ شغل الرهيبات ديرك بتدياني. هنعمل مسابقه ولازم تخشوا فيها. صحيح. متشرف. هنعمل مسابقه على مستوى المحافظات ونخشوا بالمنتجات الجميله دي. احنا عاملينها خدمات للكنايس يعني. اللي بتعملوه دي حاجه جميله والخدمه للناس حاجه حلوه. يا رب نعرف نخدم. دير بتدياني يعتبر اول دير رهبنه في العالم. اول دير رهبنه في العالم. ايوه ايوه. ست دميانه هي الاساس الرهبنه. نعم. هي ولدنا. ايوه. احنا سعداء بيكم. ربنا يخليك. متشرفين. سعداء ان انتم تشاركوا في المعرض القادم ده بمنتجات طبعا زي ما انتم عايزين. ربنا يخليك. ده شغل الرهبنه الرهيبات تطريز يده ومكن وشغل الاساقفه والكهنه. حاجه جميل جدا جدا. ربنا يخليك. ده انا اللي متشكر. احنا متشكرين جدا جدا. ربنا يوفقكم وحياتي لهم. كتر خير. متشكر. حياتي لهم. ربنا يخليك سياده الرئيس. شكرا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ده شغلكم؟ ان شاء الله. والسوق ماشي كويس؟ الحمد لله. لا صحيح. الحمد لله. والمعرض اللي عملناه في اياد مصر بدا يعني الشغل يظهر تاني. معاكي طبعا ناس بيشتغلوا جروب كبير والمحافظه حضرتك نفس الكلام. مش كده؟ والسوق ماشي كويس الحمد لله. شوف انا هقول لك الفكره اللي احنا بنقول عليها ان احنا نعمل مسابقات والناس تشوف الحاجه ديت على مستوى مصر وحتى الناس اللي بره يشوفونا. هيبقى فرصه كويسه. هيبقى فرصه كبيره. ولو في اي حاجه ممكن نعملها احنا تحت امرك. الله يبارك. والله ما هي بدايه المعرض اللي هو اتعمل لنا عيد مصر بدا يظهر على الساحه ونكرر تاني وتالت ان شاء الله. مش عايزين حاجه. حضرتك الله يبارك. كتر خير. مش عايزه حاجه. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد بلقائكم. اسعد. خلي بالكم انا كنت لسه بقول يعني الحضور اللي موجود ان احنا هنعمل مسابقه في كل شيء بما فيها الموسيقى. فعندكم فرصه كويسه ان انتم بقى تجهزوا تشتغلوا فريق مع بعضكم ان شاء الله. كده تجهزوا حاجه للكلام دوت يعني. ده انا اللي شرف عظيم ان انا اشوفكم. صباح الخير. شباب زي الفل يعني. ويحفظكم ربنا. متشكر. اهو الفرصه اهي والامتحان اهو. تعالي اتفضلي.
على بالك. على بالك خالص. تعرفي؟ انا عازف حاجه بسيطه للفنان عمر خيرت. طيب اتفضل. حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة جدا. شكري. سلام عليكم. اتفضل. حاجة جميلة جدا. اهلا بيكم. معاك شهيمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ده شغلك معاك ايه؟ بحب أعمل أنسف عجل، ألف لي سفرية الأسبوع، تحت كده قصر البارون على الحمام. برجع للقرون الزمان الوسطى والقرن التاسع عشر والثامن عشر على طريقة النحت على كمان الخشب، بنحيطه على الجلد بقى الطبيعي. لا حاجة جميلة جدا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. كتر خير. شكري. السلام عليكم. السلام عليكم. كتر خيرك. بحبك قوي قوي. كتر خيرك. شرفت ونورت الاهليه كلها. الاهليه منوره بصحابك. ربنا يبارك في سيادتك يا رب. حاجه جميله جدا. ربنا يخليك لنا ويخليك لمصر كلها. كتر خيرك. ممكن اعرف دي بالمين دي؟ يعني وانا باخد من ميه. اسمع عليك. طيب. شك شك شك. شكرا جزيلا. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شغلك؟ ما شاء الله. ها؟ خشب طبيعي. كله خشب. كله خشب طبيعي هاند ميد. نحت يا باشا. ده انتاج مدينة الأساس. مدينة الأساس. مدينة الأساس. أنا وحشيت في مدينة الأساس. وده خشب طبيعي. كله. كله خشب طبيعي ونحت يا باشا. حاجة جميلة جدا. ده شرف ليا يا فندم. كتر خيرك. شرف ليا. ده والله حاجه جميله. انا عايز اقول لحضرتك كل سنه طيب اول. وانت طيب. الناس في عيد ميلادك. كل سنه وانت طيب. حضرتك عيد ميلادك 19 11 وانا حظي حلو ان انا نفس الكلام. حظي. الله يكرمك. ده اللي حظي. انت نورتني والله. نورتني يا فندم. سلام عليكم. سلام عليكم. حاجه جميله.